اليوم كنظموا هاد الندوة أو هاد المائدة المستديرة حول موضوع أي ضمانات لحماية الضحايا في مشروع قانون المسطرة الجنائية من جهتين، من أجل إغناء النقاش حول يعني المضامين ديال المسطرة المعروضة حاليا على المناقشة داخل مجلس النواب، وكذلك باعتبار أن موضوع المسطرة الجنائية بالنسبة لنا يعد أحد أهم المحاور الأساسية في مجال حقوق الإنسان، ويمثل كذلك ضمانة أساسية لتوفير شروط المحاكمة العادلة. أيضا أن اختيارنا لموضوع الضحايا على اعتبار أن من ضمن الإشكاليات التي كانت مطروحة يعني في القانون المسطرة الجنائية الحالي هو غياب ذلك التوازن بين حقوق الجناة وحقوق الضحايا، وبالتالي أن الضحايا يعني عانوا لفترة طويلة من الحيف والإهمال والإغفال داخل السياسة الجنائية المغربية. لهذا نركز كمطلب أساسي هو تحقيق ذلك التوازن بين حقوق الجناة وحقوق الضحايا. على أي أنا بالنسبة لنا أولا كنعتبروا أن الحق في السكن هو حق من حقوق الإنسان، وعلى يعني الدول يعني ملزمة بمقتضى الاتفاقيات اللي كتصادق عليها الدولة وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الدول مطالبة بتوفير يعني توفير سكن لائق يضمن كرامة المواطنين. وبالتالي كنعتبروا أن هذه الاحتجاجات السلمية اللي كيقوموا بها يعني هاد العائلات اللي هما ضحايا يعني ديال الهدم، واللي هو هدم يعني قصري يعني تم بدون مشاورة حتى مكونات المجتمع المدني من أجل يعني من أجل يعني ما هي البدائل المطروحة يعني خلال قيام هذه العملية ديال قرارات ديال الهدم، حيث أن لاحظنا أن رغم مرور ما يزيد على سنة ومجموعة من العائلات تنام في العراء، وبالتالي أننا نطالب الدولة يعني التدخل العاجل، لأن هناك أطفال اللي هما عرضة للهدر المدرسي، عرضة كذلك للإجرام، وبالتالي أن هاد الممارسات يعني أصبحت غير مقبولة خاصة في ظل الدستور الحالي دستور 2011 اللي كيكرس يعني واحد مجموعة من الحقوق والحريات وعلى رأسها يعني الحقوق الاجتماعية اللي ضمنهم الحق في السكن.